بنرحب بحضراتكم من جديد. أمراض التخاطب أو التأخر في النطق عموما من العقبات الكبيرة جدا اللي ممكن تواجه الأطفال وتصعب عليهم مسألة الاندماج في المجتمع أو التعامل مع أصحابهم. الموضوع بيكون أصعب لو الأهل ما خدوش بالهم أن الطفل أصلا عنده مشكلة في التواصل أو مش بيعرف يكون جملة مفيدة على عكس أطفال مثلا في نفس عمره. إهمال الطفل اللي بيعاني من التأخر في الكلام أو التلعثم ممكن تخلي الطفل يتعرض للتنمر أو الرفض الاجتماعي. هنعرف تفاصيل أكتر عن الموضوع ومؤشراته من الدكتورة رشا سامي، استشاري أمراض التخاطب ورئيس قسم التخاطب بالمركز القومي للبحوث. أهلا بحضرتك ومنورانا. أهلا بيك. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك. طيب خليني الأول أسألك سؤال يعني بسيط كده، هل أنا كأب في البيت أبتدي أتابع وأحط ده في حساباتي دون أن تظهر أي أعراض من باب الاحتياط؟ لو ده مطلوب مني فده مطلوب مني في سن إيه؟ وألا أصلاً المفروض أن أنا مركزت في حاجة زي كده ولو ظهرت أعراض أبتدي أشوف هعمل إيه؟ لا طبعاً ما ببتديش أركز خالص. أنا لو ظهرت أعراض كأهل أبتدي أشوف دكتور، بس ساعات الأهل ما بيبقوش أصلاً عارفين الأعراض. ايه هي الاعراض اللي تبتدي تلفت نظري؟ زي ما الام مثلا بتقول ده ابني ما مشيش لحد دلوقتي، هو ليه متاخر في المشي؟ ده ابني ما قعدش لحد دلوقتي، هو ليه متاخر في القعاد؟ الحاجات دي تلفت نظرها ان هي الولد في مشكله، ابني وزنه اقل من الطبيعي، ابني اقصر من الطبيعي. نفس الكلام بالنسبه لتطور اللغه. تطور اللغه عشان بس ما المشي ده المفروض سن كام؟ الجلوس او ان انا اقعد من سن كام ابتدي احس ان ده غريب؟ الوزن، الكلام، يعني قولنا برضو عشان نبقى عارفين لا السن ده كده يبقى فيه مشكلة. لا هو بالنسبة للتشارت بتاعة الوزن والطول والحاجات دي دكتور الأطفال على طول، لأن احنا بنروح في زيارة دورية لطبيب الأطفال، فبالتالي دكتور الأطفال بيقول لها أنت ابنك طبيعي أو مش طبيعي، ابنك في النورمال أو أقل من الطبيعي، أو هو طويل مثلا أو هو وزنه أكتر شوية محتاج أنه هو يخس. لكن دايما دكتور الأطفال ما بيتكلمش عن الكلام، لأن الطفل بيدخل ياخد الحقنة يكشف عليه يمشي ما بيلحقش يشوف الكلام. مين اللي بيشوف التفاعل؟ الام والاب في البيت. اول حاجه لازم اقارنه باللي في سنه. يعني ايه اقارنه باللي في سنه؟ لو انا عندي مثلا ابني اللي كان اكبر منه اتكلم وهو عنده سنه، وابني الجديد بقى عنده سنه ونص ولسه ما بيقولش حاجه خالص، بيقول طب ما ده يلفت نظري انه في حاجه مش طبيعيه. لو ابني في الحضانه مثلا بيروح الحضانه وابني مش زي الولاد اللي قده، مش بيتفاعل زيهم، لو ابني مش بيعرف يطلب مني، ابني عنده مثلا سنه ونص وما بيطلبش مني حاجه خالص، ابني مثلا عنده سنه ونص مش بيبص في عيني، ابني عنده سنه بندهله ما بيردش عليا اصلا، ابني ما بيعرفش ينفذ امر بسيط، مفيش اي اصوات بتطلع، طب ما ده يلفت نظري انه ابني في عنده مشكله. خلاص لازم اقارنه بالولاد اللي في سنه. اعمل ايه اول ما اشك على طول ان ابني عنده مشكله؟ اول حاجه بعملها اروح استشير طبيب امراض تخاطب. استشير طبيب امراض تخاطب عشان اطمن ان انا ابني في الطبيعي، ان اللي بيحصل ده شيء طبيعي، او لو مش طبيعي يبتدي يقول لي المفروض اعمل ايه. طبعا حاجه لازم كل الاهل يتجنبوها، الشاشات. الشاشات بتاخر الولاد. الشاشات طبعا، الشاشات اللي هي الايباد والتليفون والتلفزيون، الاهل بيتبسطوا جدا، ده هو بيفضل قاعد قدام التلفزيون ساعتين ما بيتحركش، هو بيتلهي علشان ما يصدعناش. دي برضو جمله الام دايما بتقولها علشان يعني تشغله عن انها ممكن تكون بتعمل حاجات في البيت وهو دايما وراها او دايما بيعمل اصوات، فهي عايزاه يتلهي في اي حاجه. طبعا خلص. غلط جدا. طفل من وهو 6 شهور بيبتدي يعمل حاجه اسمها مناغاه، يعني بياخد ويدي كده يبتدي يطلع حروف. طفل عنده 6 شهور وما بيعملش حاجه خالص. لازم الام والاب، حتى لو اول بيبي، لازم الام والاب يستشير دكتور امراض تخاطب. ابني زي بالظبط مثلا طفل عنده 5-6 شهور وما صلبش راسه، هروح جري لدكتور الاطفال واقول له في ايه؟ ابني حاسه ان هو في حاجه مش طبيعيه. الكلام زيه بالظبط، الاقي مثلا المفروض ان ابني يكون بيتفاعل. يعني ايه بيتفاعل؟ يعني مثلا وهو عنده مثلا سنه ونص بيعرف يمشي العربيه وبيعرف يلعب، بيعرف يمسك لعبه يلعب بيها، وهو عنده سنه بيعرف يمسك لعبه يحط حاجه جوه حاجه ينفذ امر بسيط. انا لقيت ابني اصلا ما بيعرفش يلعب. طب يعني ده جزء من التطور. يعني هنا بنتكلم عن التواصل البصري والسمعي والنطق، المفروض يكون عنده اصلا تواصل حصيله لغويه او مفردات في البدايه. طبعا. تواصل الادراك بصفه عامه. بصفة عامة. طيب انا لو هتكلم بلسان حال احدى الامهات وهقول ان مثلا عندي شك، هو مجرد شك ان ابني عنده مشكلة، هل مباشرة اتوجه للطبيب المختص ولا استنى لما تظهر عليه علامات واضحة علشان تقطع الشك باليقين؟ طيب انا هنصح اي اهل روح لدكتور امراض تخاطب اول ما تشك في اي حاجة، لاني اكتر حاجة هتخسرها ان انت بس رحت للدكتور، المشوار مش تخسر اكتر من كده.
لكن لو الابن في حاجه او البنت فيها حاجه انت هتستفيد بقى قدام ان انت هتبقى عملت تدخل مبكر، ان احنا هنبقى عرفنا ايه المشكله، ان ممكن يكون الحل بسيط جدا مجرد كونسلنج. يعني ايه كونسلنج؟ يعني بقول الام والاب يعملوا ايه، بقول لهم يتكلموا ازاي مع الطفل. في اهل بيصروا مثلا هو يقول لابنه قول قول طنط مش عارفه ايه، قول لاختك ايه، قول. طب ما هو مش عارف، هو لو عارف هيقول. فبالتالي احسن حاجه ان انا استشير الدكتور اول ما احس ان في مشكله. ولكن في حاجات معينه بلاش تشخص، يعني بلاش ابقى انا قاعده في البيت ابني عنده توحد، ابني عنده فرط حركه وتشتت انتباه، بلاش الكلام ده خالص خالص. لانه ساعات كتير جدا الاولاد بيكونوا متاخرين وبيساء تشخيصهم كتوحد بس عشان الام والاب هم شايفين مثلا الولد ما بيبصلهمش. على فكره ممكن يكون مش سامعك، عشان كده بننصح باختبار السمع. فاحنا لما بنروح دكتور امراض تخاطب من والطفل صغير، اول ما بنشك انه في حاجه نعمل اختبار سمع، نعمل اختبار نشوف الولد كله على بعضه اخباره ايه، هل هو مثلا ريسبتيفلي، يعني هل هو فاهمني استجاب، يعني الاستجابه بتاعته كويسه وهو بس مش بيتكلم فهو محتاج زقه، ولا الطفل اصلا مش فاهمني فعندنا مثلا في مشكله في القدرات العقليه. كل ده مش بنعرفه غير لما بنستشير دكتور امراض تخاطب. طيب حضرتك يا دكتور ذكرتي حاجه مهمه قوي ودي منتشره جدا في كل الاسر المصريه، قول لعمه شكرا يا حبيبي، وهو الولد مش عارف مكسوف مش قادر، انت وصفتيها بشكلها العلمي يعني. طب ايه المشكله اصلا في ان ولي الامر او في ان الاب او الام يقولوا لابنهم اعمل كده؟ ده ايه اللي ممكن يعمله المشكله للولد؟ لا انا بقول مش لا قول لعمه شكرا، يعني معنى كده ان الولد بيتكلم وبيعرف يقول شكرا، ولازم اهله يربوه ويعرفوني هو لما حد بيديله حاجه بيقول شكرا. اوكي ده ملوش، مش ده اللي انا بقوله. انا بقول طفل ما بيقولش ولا كلمه او بيقول كلمه واحده، اقول له مش هديلك المايه غير لما تقول مايه، قول باي باي، قول باي باي، قول استفاد ايه؟ ما هو ما استفادش حاجه. الولاد انا بحب اقول ان هما دايما بيكونوا كانهم مثلا كوبايه فاضيه، فانا بفضل احوش كلام احوش كلام احوش كلام، بسمعه كلام كتير، بغني له، بلعب معاه، بحكي له قصه، بسمي كل حاجه حواليه، بعرفه عينه ومناخيره وبقه وشعره وجزمه وبنطلون، وبيغسل سنانه وبعرفه فرشه، وبعرفه يلعب، وبعرفه يفتح، وبعرفه كوبايه، وبعرفه تفاحه، بعرفه كل الحاجات اليوميه اللي هو بيشوفها، بعرفه العربيه اللي بيمشي بيها. لما اقول عربيه كذا مره هو هيبتدي يكرر عربيه، لكن لما هو بيلعب وانا ام ساكته وما فيش اي تواصل بيننا، طب هو هيعرف كلمه عربيه منين؟ في ولاد اوتوماتيكلي بتقول، لكن الولد بقى اللي متاخر، طب انا لازم اقول له علشان هو يسمعها اكتر من مره وبالتالي يبتدي يكررها. يعني ده العلاج؟ اه طبعا العلاج جلسات تخاطب بنسبه كبيره يعني. بس طبعا هو العلاج جلسات تخاطب، الاهل هيتصرفوا ازاي مع الطفل في البيت وقدرات الطفل نفسه او تشخيص الطفل نفسه من الاخر. يعني الطفل مثلا اللي عنده توحد مش هيبقى استجابته زي الطفل اللي متاخر بس في الكلام، مش نفس استجابه مثلا الطفل اللي عنده تشتت انتباه وفرط حركه، مش نفس استجابه الطفل مثلا اللي مركب انابيب بس في ودنه او طفل مركب سماعه، يعني على حسب تشخيص الطفل. ايه الحاله اللي بنحتاج فيها علاج دوائي ولا ده مش متاح في هذا الامر؟ لا مفيش دواء هيخلي الطفل يتكلم يساعد مثلا خالص. مفيش. ولكن في اطفال مثلا بيبقى عندهم فرط حركه مبالغ فيه، مش قادر يقعد في فصل، مش قادر يقعد في حضانه، مش قادر، الاهل مش عارفين يتعاملوا معاه خالص، مش قادر ياخد جلسات، فبالتالي بنلجا ساعتها لتدخل دوائي. ولكن انا دايما بفضل ان احنا ما بنبتديش بالتدخل الدوائي، بنبتدي الاول بالجلسات، وبعد فتره لا تقل عن 6 شهور لما ببتدي اشوف انه مفيش نتيجه فعلا من الجلسات، بشرط ان انا بدي جلسات مع شخص مختص ودارس كويس في اماكن معروفه وسمعتها كويسه، بعمل الهوم ورك بتاعي في البيت، النصايح اللي الدكتور بيقولها لي بنفذها، منع الشاشات، بحاول اشجع الطفل طول الوقت، الولد بيروح حضانه لو انا النصيحه ان هو يروح حضانه عشان في اهل كتير بخاف اصلي هو بيعيا، لا معلش انزله الحضانه برده. معلش. هل يا دكتور مشاكل التخاطب او امراض التخاطب زي ما بيطلق عليها تم اكتشاف اسبابها، او انه مثلا ممكن يكون راجع لعوامل وراثيه او جينات، ولا الموضوع مقتصر بس دلوقتي على نظريات؟ في حاجات نظريات وفي حاجات طبعا ليها اسباب واضحه وصريحه. يعني مثلا لما بيجي لنا اهل طفل عنده تلعثم وحد من العيله عنده تلعثم، فاحنا بنقول هو ده السبب، انه في سبب وراثي. لكن مثلا لو عندنا حد مثلا طفل عنده متاخر في الكلام، ولما عملنا له اختبارات لقينا ان قدراته العقليه اقل من الطبيعي، طب ما ده سبب واضح. لكن مثلا في طفل ما فيش اي سبب للتاخر، الولد سليم جدا، الولد قدراته العقليه كويسه، الولد ما عندوش اي سبب في العيله او حاجه تخليني اقول ان هو ده السبب، فممكن يكون اسباب بيئيه. فبالتالي بنبتدي بقى ندخل في نظريات. طب يعني في طفل انا فعلا شفته وتواصلت معاه، الطفل ده عنده حوالي 8 او 9 سنين بيتكلم بشكل طفولي، ده ايه سببه؟
لا ده لازم نكشف عليه، لانه ممكن يكون عنده زي ما قلت لك عنده مشكله كتاخر عقلي، ممكن يكون عنده تشتت انتباه، ممكن يكون عنده مجرد تاخر، ممكن يكون عنده قدراته العقليه اقل من هو الطبيعي. بيستجيب وبيتكلم تمام وبيفهم ومدرك لكل حاجه حواليه وبينفذ الاوامر والدنيا زي الفل، بس الكلام بشكل طفولي جدا. هل ده ممكن يكون راجع للام لانها مثلا بتتعامل معاه وبتتكلم معاه بشكل طفولي؟ لا 8 سنين صعب قوي، لانه راح المدرسه قابل ناس عارف صحاب راح تمرين، فصعب قوي ان هو يكون ما اكتسبش ده، ففي سبب بيمنعه ان هو يتكلم طبيعي. هل السبب اللي بيمنعه ان هو يتكلم طبيعي في عندنا مشاكل؟ ممكن يكون عنده على فكره ضعف في عضلات الفم والفك، وهي دي اللي مأثره على النطق. انه يعني في اهل كتير قوي بيفتكروا انه ضعف عضلات الفم والفك بيأثر على اللغه، اطلاقا هو بيأثر على مخارج الالفاظ، بيأثر على النطق، بيأثر على المضغ، بيأثر على ازاي الولد بياكل مثلا وازاي بيتكلم، لكن مش بيأثر على اكتساب اللغه. طيب خلينا نروح لنقطه اخرى وهي هامه جدا الحقيقه. لو افترضنا ان ولد في الفئه العمريه زي المثال اللي ذكرته فاطمه دلوقتي غالبا هيتعرض لتنمر، طيب في المدرسه مثلا، المدرسه اكيد بيبقى ليها دور في التعامل مع مثل هذه الامور، لكن ايضا الاسره عليها دور الاب والام علشان يزودوا لابنهم ثقته في نفسه، المفروض ان هم يعملوا ايه في امر زي ده؟ اول حاجه لازم نكون صراحه. يعني ايه صراحه؟ في اهل كتير جدا بالنسبه لهم عيب جدا ان هو يقول ان انا ابني عنده مشكله، انا ما اعرفش ليه لحد دلوقتي، مع انه خلاص هو ما يا جماعه ما بقاش عيب على فكره، بالعكس يعني خلاص هي حاجه كويسه ان انا اقول وبالتالي اطلب الدعم المظبوط لابني بالذات في المدارس. فلما اعرف ان ابني عنده مشكله بلاش اكابر، حتى لو انا مش عارف والمدرسه جابتني وكلمتني وقالوا لي على فكره ابنك عنده مشكله، مش هيتعبوا نفسهم ويكلموك ويجيبوك من بيتك ويقعدوا عشان يعملوا ميتنج على طفل وهو ما عندوش مشكله؟ مستحيل مستحيل. وفي الاخر لازم نحط في دماغنا انه ادام المدرسه جابتني يبقى هي حاجه من تاني، يا المدرسه مش عارفه تتعامل معاه، لا اما الولد مشكلته اكبر من اللي المدرسه قادره تعمله، فبالتالي محتاج دعم من بره المدرسه. فاول حاجه لازم اتقبل ده، حتى لو انت مش متقبله ابتدي شوف ايه الصح اللي يتعمل، اروح لدكتور اعمل اختبارات معينه اشخص ابني اعرف ايه مشكلته، وبعد كده نبتدي التقبل ده هندخل فيه بعدين. يعني عادي جدا جزء طبيعي من ان انا اعرف ان ابني عنده مشكله عدم التقبل. الدينايل ده جزء مهم جدا، طبيعي ان انا اول ما هاجي لك وهتقولي على فكره ابنك عنده حاجه ان انا هنزل من عندك وهروح لدكتور تاني وتالت، لما اسمعها من الدكتور الخامس هصدقه. خلاص بس في مرحله الانكار دي يا ريت بليز ان احنا نبتدي نعمل تدخل، بلاش ان احنا نبقى هقول ان احنا ماشيين في سكه ان هو لا ابني ما عندوش حاجه وهو كده، لا خلاص ببتدي لما ابتدي اشخص ابني سواء انا عرفت من المدرسه او انا عرفت لوحدي، ببتدي اروح المدرسه بتكلم معاهم اوبنلي وبكلم معاهم بكل صراحه ووضوح ابني عنده كذا، ايه الدعم اللي انتوا هتقدموه له وايه اللي مطلوب مني، وبمشي على الانستراكشنز اللي الطبيب بيقولها، اللي هي ايه مثلا؟ انه بلاش شاشات، ان احنا لو مثلا الولد متاخر دراسيا عنده صعوبات تعلم، لان ده جزء من الحاجات اللي احنا بنشوفها. عنده صعوبات تعلم، طب ايه صعوبات التعلم اللي عنده؟ طيب ما نذاكرلوش مثلا غير 10 دقائق وياخد بريك و10 دقائق، لو طفل مثلا عنده مشكله في الانتباه فبنقعد معاه الوقت اللي هو بيقدر ينتبه فيه 5 6 دقائق، 5 6 دقائق ده ما يلحقش يعمل هوم ورك، مش مهم الهوم ورك على فكره، هو المهم ان هو يبقى طفل بيندمج في الـ في الـ في الـ المجتمع. في المجتمع اللي حواليه، بيبقى شخص مبسوط، يبقى شخص كويس. وفي ولاد كتيره جدا عندهم فرط حركه وتشتت انتباه، يات هم واصلين لحته كويسه جدا. ليه؟ لانه الاهل بيدعموه. فانا بدعم بالرياضه، الرياضه مهمه جدا 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 اللي الاهل ما بيدولهاش الدور بتاعها. في اولاد ما بتحبش الرياضه، تمام، ايه الهوايه بقى؟ يعني انت ابنك مش رياضي، حلو، ايه الهوايه اللي بيعملها؟ لازم يكون عنده هوايه. هو بيحب ايه ويخليه يمارس هوايته؟ لازم يكون عنده هوايه. كمان الطفل اللي دايما بيكون عنده نوع من انواع التاخر ايا كان سبب التاخر، يفضل ان انا دايما طول الوقت ان انا اخليه يمارس حاجه غير المذاكره، فبالتالي يبتدي يبقى فيها شاطر قوي، فابتدي اشجعه فيبتدي يبقى عنده ثقه في نفسه. بالذات كمان الولاد اللي عندهم تلعثم. طب دي يا دكتور الايجابيات، لو هنتكلم بقى بشكل عكسي، لو حد من اولياء الامور اكتشف ان ابنه او بنته عندهم مشاكل او مرض من امراض التخاطب، ايه الاخطاء اللي ممكن يعملوها وتزود من المشكله اكتر؟ ان انا افضل ازعق له، انت ما بتذاكرش ليه؟ انت ذاكر، هو انت يعني انت وراك ايه؟ اسيبه قدام التلفزيون والايباد والحاجات دي براحته، اقول ده ذكي جدا، ده بيعرف يطلع كل الحاجات، ده بيقعد يلعب كل الالعاب. مش حاجه حلوه. ان انا اقول لا 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 ده ما بيعرفش، لا 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 ده ما بيفهمش، حتى لو مش بقصد، يعني مش بقول مش هدخل بقى في فئه بقى انه الاهل بقى بنضرب او ان احنا بندخل نقول له انت غبي، مش هدخل في القصه دي خالص، انا بتكلم على الحاجات العاديه خالص اللي هي ما بهتمش باي حاجه اعملها، سايبه طول اليوم قدام الشاشات، ما بعملوش اي هوايات، ما بشجعوش، لا لا خلاص هو ده اخره،
انت خلاص مش هتعمل، لا خلاص انت حر، خليهم يروحوا بكره يهزقوك في المدرسه. طب ما هو عنده مشكله، لو عرفت مشكلته واتكلمت مع المدرس ممكن يبقى في مدرس دعم، يبقى معاه حد بيدعمه في المدرسه، ممكن يبقى بياخد جلسات بعد المدرسه، ممكن يبقى ياخد جلسات جوه المدرسه. طيب دكتور، انت ذكرتي حاجه حوالي 3 4 مرات في كلامك وده لفت نظري، الشاشات خطر رهيب. ليه بقى؟ كل حاجه بتاثر يعني على التركيز، السبب العلمي بتاثر على التركيز. تاني حاجه هي الشاشات، ده شيء انا بستقبل منه ولا ارسليه. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي قاعده بتفرج على حاجه، بتفرج بتفرج بتفرج، انا بقى كطفل عملت ايه؟ لان انا بقعد العب باللعب بتاعتي وحد بيلعب معايا، والعربيه طاخ، ايه ده خبطت، هات العربيه، خد العربيه، احط، لم حاجتك، حط لعبك جوه البوكس، يلا نظف اوضتك، روح افتح الباب، في نوع من انواع التفاعل والتواصل. لكن الشاشه انا قاعد زي الصنم ماسك الحاجه ما بعملش حاجه خالص، والساعات طويله ممكن طبعا يقضي اليوم كله قدام الشاشه. الجزء الثاني بقى طبيا، ان هي بتاثر على التركيز، بتاثر على العظم بتاع الاطفال، بتاثر على عين الاطفال، بتاثر كل الولاد دول على فكره هيطلعوا احنا في خلال 10 سنين جايين امراض رهيبه، امراض عظم وامراض في رمد عين، يعني الولاد بيبقى عندهم دراي اي طول الوقت من كتر ما هو فاتح الشاشه، بتعمل ستيميوليشن للبرين طول الوقت، انا مش محفز مخه محفز مخه محفز مخه، تعالى بقى اطلب منه حاجه ايجابيه مش عارف يعملها لانها مش بتديله نفس الستيميوليشن، ده ادمان، ما بيديلوش نفس الستيميوليشن اللي السكرين بتديه له. ايه الفرق يا دكتور بين صعوبه التعلم وبطء التعلم، وهل صعوبات التعلم ليها انواع او مستويات مثلا؟ طبعا كل هو بطء التعلم وصعوبات التعلم هي كلها بتندرج تحت حاجه واحده، كلها لما بنعمل اختبارات بنشوف درجه، كل حاجه ليها درجه. يعني ايه كل حاجه ليها درجه؟ يعني مثلا ممكن يكون حد ضعيف مثلا في الرياضيات اللي هي الماث، خلاص ضعيف بقى انهي درجه؟ درجه بسيطه، درجه متوسطه، درجه كبيره، محتاج درجه الضعف هي اللي بتخليني اقول ايه درجه الدعم اللي هو محتاجها. هل محتاج ان حد يكتب له مثلا؟ هل محتاج ان حد يشرح له بس؟ هل محتاج ان حد يقرا له السؤال، ولا حد يقرا له السؤال ويفهمه طريقه الاجابه؟ فبيبقى هي دي الطريقه. بيبقى مثلا في طفل تشتت انتباه مثلا، بيكون الطفل اتشرح له، اتشرح ل 20 30 واحد في الفصل، وبعدين الولد ما فهمش في جروب، لكن لما خدت 1 تو 1 انا لوحدي بعد ما خلصت كل دول، رحت شرحت له الحته دي، مش تاخد مني 5 دقائق على فكره، فهمها اكتر واستوعبها اكتر وتاكدت انه بيحل. فالدعم بتبقى حاجه بسيطه قوي اكوردنج للتشخيص. دكتور رشا، هل التوحد هو مرحله من مراحل مشكله التخاطب ولا هو حاجه منفصله عنه؟ وجزء تاني عايز اساله عن التوحد، لو لم يتم علاج هذا الامر منذ الصغر، ايه المشاكل اللي ممكن يقابلها هذا الشخص عند الكبر؟ طيب خلينا نتفق ان التوحد طبعا مشكلته الاساسيه عند كل الاهل اللغه. يعني لو جبت اي اهل عندهم طفل عنده توحد هيقول لك مشكلته الاساسيه عايز ابني يتكلم. ابني كبير وبيتكلم بس ما بيفهمش مثلا النكت. ابني كبير وبيتكلم بس ما بيتكلمش زي اللي في سنه، دي هي مشكله التوحد الاساسيه. مش هتكلم بقى على سلوكيات وحاجات تانية، ولكن دي مشكله التوحد الاساسيه، يعني هو مش بيعرف يتواصل. ولكن تشمل ايضا هو بعض السلوكيات اضطراب في التواصل الأخرى. على فكره يعني هو التوحد هو اضطراب في التواصل. فبالتالي التوحد عنده مشكله جامده جدا في الكلام، درجتها على حسب درجه التوحد قد ايه. خلاص دوت اول بوينت ان احنا بنتكلم انه دوت هو التوحد. لو ما تعالجش ايه اللي بيحصل؟ دلوقتي حد ما بيتكلمش، لما يبقى عنده 20 سنه ما بيتكلمش، كل المشاكل هينخرط في المجتمع ازاي؟ كل المشاكل. وبرده في اهل بيبقوا وصلوا لمرحله ان الطفل مثلا عنده توحد بدرجه عاليه شويه، وبقى لهم 7 8 5 سنين بيعملوا جلسات وبيعملوا كل حاجه، يقول لك ابني لسه ما اتكلمش. وارد ان هو ما يتكلمش، بس بياخد وسيله تانية للتواصل، لانه يعني التواصل مش ان انا بس اتكلم على فكره، التواصل لما ببص لك بعيني ده تواصل، لما شاورت لك على حاجه بعيني فانت فهمتيني، ده نوع من انواع التواصل. لو فتحت لك تليفون ودوست على حاجه اتكلمت هي، ده نوع من انواع التواصل. في اهل طبعا بيرفضوه، ولكن احنا لما بنوصل لمرحله انه التوحد ده غير ناطق، بنوصل لمرحله ان احنا لازم ندي وسيله اخرى للتواصل. طب هل يا دكتور في سن معين لو الطفل وصل له يكون صعب علاج مشاكل التخاطب عنده؟ لا، هو لو الطفل وصل لعمر 8 سنين، ده باي ذا بوك، يعني لو طفل وصل لعمر 8 سنين وما اتكلمش فهو بيكون صعب بعدها يتكلم. ولكن احنا شفنا حالات مختلفه، شفنا اولاد 8 سنين ما بيقولوش حاجه خالص، وبعد بيطلعوا بس اصوات، وفي 10 سنين اتكلم. فمش عايزه الاهل يفقدوا الامل، لانه دايما بس في وقت بنوصل لمرحله بنقول انه فلنكتفي بهذا القدر من التخاطب. الجلسات مش هتكون، مش هيتكلم احسن من كده.
دكتور رشا سامي، استشاري امراض التخاطب ورئيس قسم التخاطب بالمركز القومي للبحوث، حضرتك نورتينا وشرفتينا وسعداء جدا بوجود حضرتك معانا. شرفتينا ونورتينا دكتور، واستفدنا الحقيقه من المعلومات القيمه اللي طلعنا عليها من خلال وجود حضرتك معانا. شكرا. مشاهدينا الكرام، بما اننا يعني بقالنا فترات طويله جدا بنتكلم عن ضروره مواجهه التغيرات المناخيه، نتابع بعد الفاصل جمعيه محبي الاشجار نصف قرن من العمل للوعي البيئي. بعد الفاصل نلتقي.